طبعا أني سعيدة جدا أنه هذا يكون أول حفل جماهيري لي في قطر، وأخص في مهرجان العيد وفي سوق واقف. أريد طبعا أشكر إذاعة الريان على اختيارهم لي في هذا الحفل الجميل، موجود فيه القطريين وحتى كل الجاليات الثانية العراقية والعربية الموجودة هنا. فإن شاء الله يا رب تكون حفلة حلوة يا رب. راح يسمع لأول مرة ألبومي، حغنيه لايف على طريق الجلسات يعني، وحغني أكيد هو من الأغاني العراقية المحبوبة اللي الناس تحبها اللي غنيتهم، وأكو أغاني أكيد جديدة. ألبومك صدر قبل كم شهر، شو صداه؟ من صار له شهر الحمد لله، صدى جميل جدا خليجيا، وهذا طبعا أشوفه من خلال الحفلات اللي دا انطلب عليها بشكل أكبر بالخليج. الحمد لله سعيدة جدا بالصدى، ورح يكون بتصوير الأسبوع الجاي إن شاء الله أول كليب من الألبوم من إنتاج روتانا، أغنية من الما عنده ماضي من إخراج ياسر الياسري، وحيكون على أول ديسمبر تصوير كليب علاء الدين مع ليلى كنعان إن شاء الله.